نضبط أكل الشتوية على كيف كيف، تغيث تغيث بالدخن أو فتة الدخن، نعطيها شوية ملح ونعجنها سواء كان في محضر الطعام أو في عجان. طبعا عجينة الدخن ما تجيكم مطاطية زي الدقيق القمح، عجينة الدخن تختلف شوي. طيب عندي أجيب طاوة وأدهنها بسمن أو زيت على حسب المتوفر عندكم. نبدأ حلو ناخذ عجينتنا وعلى عين صغيرة حلو من 5 إلى 10 دقائق، حلو ونبدأ نقلبها علشان نسوي أحلى فتة. طبعا طلعنا خبزة الدخن كسرناها زي ما نبغى، هي تتكسر بسرعة وتتفتت تتفتت. في مقش زي كذا أو في قدر عادي. ركزوا معي في الخطوة هذه، الحجر باقي بارد فاحنا راح نولع عليه لمدة دقيقتين على الأقل علشان ياخذ حرارة، وبعدين نكمل حليب كامل الدسم. على فكرة بقول لكم حاجة مهمة، الدخن يشرب الحليب، حرك الدخن مع الحليب. انتهينا من فتة الدخن، قضيتنا حقيقة شوية سمن عسل. بالعافية للجميع، هذه هي فتة الدخن. أشوفكم على خير.